السيدات والسادة الحضور، رحبوا معنا بموكب خريجي وخريجات الدفعة التاسعة. الحمد لله رب العالمين، مستحق الحمد والثناء الحسن، والصلاة والسلام على خير العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين. السيد رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس الموقرين الدكتور محمد النعيمي رئيس الكلية، السادة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، أولياء الأمور، ضيوفنا الأعزاء، إخوتي وأخواني من الخريجات والخريجين، السيدات والسادة الحضور الكريم، مرحبا بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم في هذا اليوم المشرق بنور العلم والأمل، يوم تخريج دفعة جديدة من طلاب وطالبات كلية المجتمع من الكوادر الوطنية الواعدة الذين سيحملون شعلة العطاء وبناء المستقبل. وخير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ علي مسعد العمري، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور.
صدق الله العظيم. حضورنا الكريم للكلية كلمة تشاركها مع أبنائها وبناتها من الخريجين والخريجات في هذا اليوم المميز، يلقيها الدكتور محمد النعيمي رئيس الكلية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السيد حمد بن راشد المهندي رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس الموقرين، السادة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، أولياء الأمور الكرام، أبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي خريجي وخريجات الدفعة 9/2020، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بكل فخر واعتزاز أن أتوجه إليكم بخالص التهاني بمناسبة تخرجكم المبارك، سواء بحصولكم على درجة الدبلوم أو البكالوريوس من كلية المجتمع في قطر. ويشرفني أن أشارككم جميعا فرحة تحقيق هذا الإنجاز المتميز. ويطيب لي في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني لتفضله بشمول رعايته الكريمة حفل تخريج هذه الكوكبة من الخريجين والخريجات. وإننا نقدر مشاعركم إزاء هذه الظروف الاستثنائية التي حالت دون اللقاء والاحتفاء بكم على منصة التخرج، وهو الأمل الذي دفعنا إلى تأجيل موعد حفل التخرج في المقام الأول، إلا أننا في ضوء المعطيات التي توفرت لدينا آثرنا سلامتكم وسلامة المجتمع، واجتهدنا لنجعل منصة التخرج الافتراضية هذه شاهدا على المثابرة والتحدي الذي اجتازته هذه الدفعة الاستثنائية بفضل تضافر جهود جميع منتسبي الكلية من طلاب وأساتذة وإداريين، وبالتعاون مع شركائنا لنصل جميعا إلى هذا اليوم المنتظر الذي تتوج فيه جهودكم وما بذلتموه من عمل دؤوب لإتمام المسيرة رغم كل الصعاب، والذي نقدم فيه لدولتنا الحبيبة قطر 725 من الكوادر الوطنية الواعدة المتخصصة والقادرة على المنافسة في سوق العمل والمشاركة بفاعلية وكفاءة في رفعة هذا الوطن. لقد شهدنا معا هذا العام العديد من التحديات غير المسبوقة، إلا أننا استطعنا أن نتغلب على تلك التحديات وأن نسطر سويا المزيد من النجاحات، بل وتمكننا من تعزيز مرونة العملية التعليمية لتكون أكثر قدرة على مواكبة متطلبات العصر وتحدياته. فقد تمكنت الكلية بفضل الله تعالى من مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا بنجاح من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية وتوفير أحدث البرامج والوسائل التعليمية التي تضمن استمرار العملية التعليمية عن بعد، مع الحفاظ على جودة المواد المطروحة والتحصيل الأكاديمي للطلاب. بل وأتاحت لنا هذه التحديات التفكير بطريقة ابتكارية تعتمد على تسخير أدوات تكنولوجية لتقديم فرص تعليمية وخدمات متنوعة تهدف إلى خدمة قطاع كبير من منتسبي الكلية وتسهم في توفير مواردها. الأمر الذي يعزز من ريادة كلية المجتمع كمؤسسة تعليم عالي وطنية قادرة على مواكبة التطورات العالمية. وفي السياق ذاته، واصلت كلية المجتمع سعيها لاستحداث مسارات للتعليم المرن بهدف توفير بدائل تعليمية تواكب التوجهات المعاصرة وتخدم مختلف شرائح المجتمع. ومن هذا المنطلق جاء إطلاق الكلية لأول برنامج أكاديمي بنظام التعليم المدمج، وهو الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال، ليخدم أفراد المجتمع القطري الذين تحول ظروفهم المهنية أو العائلية دون استكمالهم لدراساتهم الجامعية. ومن بين الإنجازات العديدة التي حققتها الكلية هذا العام، جاء طرح برنامج البكالوريوس في إدارة الخدمات اللوجستية والإمدادات ليكون امتداداً لبرنامج الدبلوم في التخصص ذاته، وليلبي احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية المؤهلة لتبوأ مناصب إدارية في قطاعات النقل والتخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية العالمية، والقادرة على الإسهام بفعالية في تحقيق أهداف الأمن الغذائي الذي يعد أولوية استراتيجية لدى الدولة. كذلك نجح
مركز اللغة الإنجليزية بالكلية في الحصول على اعتماد هيئة اعتماد برامج اللغة الإنجليزية الأمريكية لمدة 5 سنوات ليؤكد على مدى تقدم المعايير التعليمية التي نطبقها في كلية المجتمع وحرصنا على اتباع أفضل الممارسات العالمية. ولم يكن هذا النجاح ليتحقق لولا الجهود الدؤوبة التي بذلها المركز بالتعاون مع الإدارات والأقسام المختلفة بالكلية على مدار 2 متواصلين لاستيفاء المبادئ التوجيهية الحازمة التي تضعها الهيئة ويصفها أحدى الهيئات الرائدة في مجال اعتماد برامج تعليم اللغة الإنجليزية. وحرصت الكلية خلال هذا العام أيضاً على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية بالدولة من خلال عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريسي من جهة والمساهمة في تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية من جهة أخرى. وأعدكم أن تواصل كلية المجتمع رحلتها نحو التميز عبر توفير المزيد من البرامج الأكاديمية المتخصصة والفرص التعليمية المتنوعة التي من شأنها مساعدة جميع أفراد المجتمع القطري على تعزيز مهاراتهم ومعارفهم وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي، وذلك في إطار مساهماتها الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية. وبهذه المناسبة أود أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة بقيادة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الموقر على دعمهم الدائم لكلية المجتمع وحرصهم على تطور الكلية لتحافظ على مكانتها الرائدة بين مؤسسات التعليم العالي الوطنية بالدولة. كما أتوجه بخالص الشكر إلى السيد رئيس مجلس الأمناء والسادة أعضاء المجلس لدعمهم المستمر وجهودهم المتواصلة لتطوير الكلية. والشكر موصول إلى السيد نائب رئيس الكلية والسادة عمداء القطاعات بالكلية وكذلك أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على تفانيهم في العمل بكل جد وإخلاص. وفي الختام أدعوكم للانطلاق نحو تحقيق طموحاتكم بكل قوة وثقة والمساهمة بفعالية في بناء مستقبل الوطن، داعين المولى تبارك وتعالى أن يحفظ قطرنا الحبيبة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور محمد النعيمي رئيس الكلية. الحضور الكريم، إن يوم التخرج يحمل في طياته الكثير من مشاعر الفرح والفخر والأمل التي تغمر الخريجين والخريجات، فدعونا نتعرف على لمحة من تلك المشاعر من خلال كلمة الخريجين التي ستلقيها بالنيابة عن زملائها الخريجة عاشة اليربوعي، فلتتفضل. الحمد لله الذي هدى وعلم وعافى وسلم، وبالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على من بيديه الخير عم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السيد رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس الموقرين، الدكتور محمد النعيمي رئيس الكلية، السادة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، أولياء الأمور وضيوفنا الأعزاء، إخوتي وإخواني من الخريجات والخريجين، السيدات والسادة، الحضور الكريم، مرحبا بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتحدث إليكم اليوم في لحظة استثنائية لتخرج افتراضي لدفعة استثنائية هي الدفعة 9 في كلية المجتمع. هذا اليوم سيظل محفوراً في ذاكرتنا جميعاً وفي ذاكرة أهلنا وذوينا، كيف لا ونحن نعيش ظرفاً استثنائياً فرضه انتشار جائحة كورونا التي غزت العالم، فأحالت المسموح ممنوعاً والمرغوب أمراً صعب المنال. وإزاء هذا الظرف العصيب كان علينا أن نستجمع قوانا وأن نجاهد واقعاً مفاجئاً ونسعى لتخطي العقبات ومواجهة التحديات. وفي ظل هذه الأحداث ولدت الإرادة القوية والعزم الثابت والإصرار على متابعة المسير ومواصلة درب العلم والتعليم، الذي نقف هنا اليوم في معكم عند نقطة فارقة
لنحتفل بأزهى القطاف والتي أثمرت بفضل الله أولاً، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة، وكذلك بفضل تكاتف مؤسسات الدولة المختلفة الطبية والتعليمية وغيرها، وحرص كلية المجتمع موظفين وأساتذة وعلى رأسهم الدكتور محمد إبراهيم النعيمي وفقه الله على توجيه ركب التعليم في الكلية والسير به إلى بر الأمان في ظل الظروف المحيطة. الحضور الكريم، يبدو أن ما قاله سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله في خطابه التاريخي سابقاً رب ضارة نافعة، ما زلنا نشهد أثره حتى الآن، وهو خير مثال ينطبق على آثار الجانب الآخر لهذه الجائحة علينا كطلاب، فقد خرجنا منها وتخرجنا أكثر قوة ومعرفة ومهارة. لقد اكتسبنا مهارات تقنية شتى، وغنمنا مرونة في التعامل مع الأزمات، وتعلمنا التكيف مع الظروف وأفضل سبل استغلال الوقت وإدارة الذات. السيدات والسادة، إني أحدثكم الآن وأنا أستحضر في ذهني فرسان هذا الوقت من زملاء الطلاب والطالبات الذين اندمجوا سريعاً في مرحلة تحول حرجة، وأضفوا على هذه المرحلة من حياتنا طابعاً خاصاً لا ينسى، ونحن نناقش مختلف المهام ونشارك بعضنا البعض شرح جزئية غامضة أو طريقة التعامل مع تقنية ما في التكنولوجيا التعليمية. السيدات والسادة، لا أخفي عليكم حزني عندما سمعت بخبر إقامة حفل افتراضي لخريجي دفعتي، كما هو حال زميلاتي وزملائي من الخريجات والخريجين، وعدم تسجيل لحظة لا طالما راودت خيالي وأحلامي، إذ إنني يا سادة أستحضر 16 سنة مضت شغلتني فيها ظروفي العائلية التي أبعدتني عن مقاعد الدراسة، وحالت بيني وبين تحقيق حلم الحصول على شهادة البكالوريوس، لأجد نفسي اليوم في هذا المكان وبكل فخر واحدة من خريجات هذه الدفعة الاستثنائية. ولذا وجب القول إن حفل تخرج اليوم ليس حفلاً عادياً، فلم نجتمع في قاعة الحفل وندعو أهلنا وذوينا، ولم نصعد على منصة التكريم، ولم نستلم شهادتنا بأيدينا، ولم نتشرف بتكريم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وإدارة الكلية لنا، بيد أن عزاءنا الوحيد أنه احتفاء بالنجاح والمثابرة والثبات وتخطي الحواجز والعقبات، احتفاء بالانتصار على جائحة أعقبت تحديات وقوت الذات وبعثت فينا همما تواجه أقسى الملمات، احتفاء ببطولة أفرادها طلاب وطالبات ومعلمون ومعلمات وأطباء وطبيبات وموظفون وإداريون وفنيون في مختلف الأماكن والمؤسسات. وإذ ذاك ومن مكاني هذا أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي من خريجي الدفعة التاسعة، أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من ساهم في تحقيق أمننا ورخائنا واستقرار مجتمعنا في ظل ما يحيط بنا، وبعث فينا روح بهجة الغد لا جمود الحال تحسباً للمجهول. وأخص بالشكر أساتذة كراماً نالوا من العناء ولم ينل منهم، وقضوا معنا ساعات طوالاً بصبر وأنا يذللون الصعب وييسرون كل عسير. كما أشكر آباءنا وأمهاتنا وجميع أهلنا الكرام الذين خاضوا معنا تجربة لا تنسى، وكانوا خير عون لنا في كل خطوة على امتداد الطريق، داعين الله عز وجل أن يعيننا على رد الجميل. وختاماً، إخوتي وأخواتي من الخريجين والخريجات، أقول لكم لقد أمضينا معاً رحلة شائقة، وحان وقت الاحتفال لا ببلوغ نهاية بل بالانطلاق إلى عوالم أكبر
وفضاءات أرحب نتابع فيها مسيرة العلم ونرتقي درجات المعرفة ونواصل خدمة وطننا الغالي كل في مجاله. أهنئكم مرة أخرى وأبارك لكم وأدعو الله أن يكلل بالخير جهودكم وأن يجعل السداد والتوفيق حليفكم أينما كان مسعاكم. أختكم عائشة اليربوعي خريجة بكالوريوس الإدارة العامة إدارة أعمال. والآن حانت اللحظة المنتظرة التي تتوج فيها سنوات الجد والعمل والمثابرة. إنها لحظة تكريم الخريجين المتميزين، فليتفضل الدكتور محمد النعيمي رئيس الكلية والدكتور خالد العبد القادر نائب الرئيس لتكريم المتميزين. أولاً الطلاب المتميزين بدرجة البكالوريوس أشواق سيف الغافرية بكالوريوس في الإدارة العامة. زينب حسين أحمد بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات في الأمن السيبراني وأمن الشبكات. ثانياً الطلاب المتميزين بدرجة الدبلوم عاشا إبراهيم الصليطي الدبلوم المشارك في الآداب في الإدارة العامة. الضيوف الكرام، نواصل هذه اللحظات المجيدة بإعلان أسماء خريجي وخريجات الدفعة التاسعة. بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات الأمن السيبراني وأمن الشبكات عمران محمود رجب علي، سعود خالد أحمد جاسم عبد الله، محمد إبراهيم حسيني حمزوي، علي أحمد علي أحمد، محمد موفق بندر القرعان، سلمان عبد الواحد عبد الرضا مشهدي، تميم علي يوسف الكواري، محمد صالح سعد المهندي، جمال سالم محمد المري، سلطان خليفة عبد الله الإبراهيم، يوسف حسن علي الحداد بكالوريوس الآداب في الإدارة العامة، علي قريطع ثاني العنزي، خليفة ناصر خليفة ملحم، أحمد مثنى أحمد الحسيني، فهد محمد أحمد المناعي، محمد درويش حاجي الشرشني، عبد الرحمن محمد علي السويدي، أحمد طاهر محمد الهاشمي، حمد علي حسن راضي، نواف خليل إبراهيم الرميحي، علي جاسم حسين الجاسم، خالد عوض مسعود اليافعي، جاسم درويش سالم المهندي، يعقوب سيف الله طاهري، سعيد علي سعيد المري، عيسى جاسم أحمد المهندي، عبد الرحمن عمر جنيد الحضرمي، جابر ناصر ديما، ماجد سعد إسماعيل العبد الله، محمد سالم سعيد الخليفي، محمد ماجد إبراهيم الماجد، يوسف سيف مرهون العوار، خالد جاسم محمد الدرويش، محمد عادل راشد النعيمي، عبد الرحمن حسين عبد الرحمن الصيعري، محمد جمال ناصر العقيل، عبد الله عيسى سالم السويدي، ناصر حسين ناصر المري، علي خميس علي المريخي، جابر أحمد علي الإسحاق، يوسف عبد الله زين الحسين، محمد إبراهيم أكبر العشار، عبد الله عيد راشد الكبيسي، محمد جمعة راشد الكعبي، إبراهيم عبد الله محمد السنيدي، محمد فهد إسماعيل الخليفي، سحيم صالح سالم المري، حسين سلمان محسن الشيبة، يوسف علي يوسف الكواري، عبد الله حمد عبد الله السبيعي، أحمد يوسف أحمد الحيدر، عيد خالد عيد الكواري، خالد حسن عبد الرحمن الملا، راشد ناصر محسن المري، أحمد شوقي محمد الريس، ناصر مانع سعود البيشي، ماجد زيدان تايه الهلال، كامل صلاح كامل دلول، خالد عبد الله محمد الملا، هزاع محمد هزاع الهزاع، عبد الرحمن عبد الوهاب عبد الرحمن المطاوعة، حمد مبارك عمر با مؤمن، حمد علي محمد السويدي، حمد أحمد سلطان الجابر، منصور علي صادق الأنصاري، محمد فضل حسين اليافعي، حسن عبد الرحمن ناصر البوعنين، عبد الله ناصر صالح الفضالة. الدبلوم المشارك في العلوم في تكنولوجيا المعلومات عمران محمد حسن الملا، عبد الله راشد جاسم البدر، سعود عيسى سعيد الصليطي، محمد ناصر يوسف الجفيري، مبارك محمد بدر البدر، حمد راشد حمد البدر، علي جمعة علي الصليطي. الدبلوم المشارك في العلوم في الهندسة التكنولوجية
علي جاسم حميداني، طلال علي عبد الله المحمود، محمد فيصل مطلق القحطاني، محمد عبد الله محمد العبيدلي، سعود بطي صالح الهتمي، راشد محمد راشد الصليطي، عبد الله عبد الشهيد عبد الله، يوسف علي إبراهيم الجفيري، فهد عبد الحميد حسين لمحمد، خليفة عبد الله عبد الرحمن الحمادي، عبد الرزاق إبراهيم عبد الرزاق المهندي، علي حسين عبد الله مكي، خالد صالح عبد الرحمن أبا شعر، عبد الله أحمد جاسم الصيقل. الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في الخدمات اللوجستية والإمدادات، علي مبارك علي المري، حجي محمد حجي البعنين، ناصر عبد الله يوسف عاشير، فرج سالم عبد الهادي المري، محمد عبد الرحمن أحمد المراغي، بخيت حمد بخيت المري، محمد ناصر عبد الله اليافعي، سعيد عبد الله حسن النعيمي، فهد خليفة فهد الكواري، علي محمد صالح المري، يوسف علي يوسف الصليطي، أحمد ناصر محمد اليافعي، سعيد حمد سعيد هطيل، جاسم محمد عبد الله أبو الشوارب، حمد حسن محمد العبيدلي، محمد حسن راشد الكعبي، فهد أحمد علي التميمي، عبد العزيز عبد الله محمد المالكي، عيسى محمد عيسى المنصوري، محمد عبد الله جاسم الكبيسي، أحمد أيوب مبارك فخري، حمد علي جار الله البريدي، خالد سلطان محمد الإسحاق، فهد عبد العزيز صادق الأنصاري. الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك، عبد الرحمن عبد الله أحمد الشافعي، علي محمد ناصر السهل، فهد خالد عبد العزيز البن علي، خليفة خميس عبد الله الكبيسي، دغام محمد دغام النعيمي، إبراهيم صالح قاسم اليافعي، أحمد محمد أحمد الخاطر، محمد أحمد محمد المناعي، فهد طالب حمد العذبة. الدبلوم المشارك في الآداب في الإدارة العامة، عبد الله جابر عبد الله المهندي، إبراهيم علي إبراهيم الهيدوس، محمد عبد الله محمد النعيمي، محمد محمود محمد إربد، فواز خضر أحمد اليافعي، عوض مرشد عوض المنصوري، عبد الله حسين محمد اليافعي، أحمد محمد علي البلوشي، خالد صالح محمد النعيمي، سلطان خميس علي المهندي، حمد راشد سعيد الغرينيق، عبد الله مصطفى علي سيف، حسين عوض أحمد الصلاحي، حمد محمد حمد المنصوري، خالد عيسى إبراهيم الشيب، عبد الله فضالة راشد الصليطي، محمد سعيد صالح القريصي، علي محمد علي الحمادي، ناصر عايد إبراهيم الحمد، فهد سعد صالح الدوسري، ناصر يوسف أحمد الجابر، أحمد حسن سالم النعيمي، جاسم علي محمد عبد الرحمن، حيدر أرشد ياسين الناصري، عبد الرحمن يوسف جاسم النعمة، محمد أحمد إبراهيم المنصوري، بدر ناصر مسعد الجلهم، محمد رضا إسماعيل صفري، سعود إبراهيم يعقوب المحسن، محمد راشد خميس الكبيسي، يوسف نصف محمد المهندي، مبارك أحمد سعد البعنين، حمد علي صالح المري، حمد عبد الوهاب هلال المهندي، أحمد عبد الله محمد غانم، حسن علي عبد الله باخميس، جاسم محمد علي الجابر، خالد محمد أحمد الغانم، سعود عبد العزيز حسن جابر، إبراهيم يوسف إبراهيم النجار، فهد عبد التواب علي القحطاني، علي إبراهيم عبد الرحمن فخرو، طالب راشد طالب المري، أحمد إسماعيل عبد الله المالكي، حمد عيسى محمد السيد، جمعة يوسف حسين البحدود، عبد العزيز صالح علي المهندي، عبد الله خالد عبد الله البن علي، أحمد جاسم محمد الدرويش، جاسم عبد الله صالح اليافعي، ناصر مثنى أحمد الحسيني، عبد الله محمد جاسم الكواري، علي عبد الله علي الحداد، أحمد حسين عبد الرضا شكناني، فهد سيف علي المري، عبد الله عبد الرحمن مبارك العيدان، ناصر أحمد سعيد شعيب، أحمد قاسم محمد الحجاجي، يوسف أحمد علي أحمد، نواف إبراهيم محمد الفضالة، خالد خميس مبارك الحمد، جاسم محمد يوسف الرميحي، حمد سلطان ظاهر الناصر، أحمد راشد خليفة آل خليفة، يوسف راشد خلف العبد الله، خليفة أحمد يوسف السيد، عبد الرحمن مثنى أحمد الحسيني، عبد الله أحمد تاجر السادة. الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال، حسن مبارك محمد المهندي، فهد علي أحمد آل ثاني، صالح حسن عبار الشمري، محمد جمال محمد الملا، إبراهيم مثنى أحمد الحسيني، منصور مبارك تخيل الهاجري،
علي صالح علي السنيد، مبارك محمد مبارك الهاجري، عبد الرحمن ربيعة أحمد الكواري، عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المراغي، أحمد عبد الله محمد القاضي، نواف أحمد عبد الله الهمام، حمد جابر محمد الكبيسي، حمد قاعد عويلي العتيبي، عيسى ناصر عيسى الكواري، مبارك سعد مبارك لمحمد، علي أحمد جاسم الكواري، راشد مهدي راشد الدوسري، عبد الله عبد اللطيف محمد المطاوعة، فضل محمد عبد الله أحمد، حميد عيال عويد الشمري، محمد سريع محمد الكعبي. الدبلوم المشارك في الآداب: منصور محمد يوسف الهاجري، إبراهيم محمد إبراهيم رضوان، حمد سعود راشد العنزي، سيف عبد الله سيف الكبيسي، خالد عبد الله شلاش الهاجري، سعود عبد العزيز حسن جابر، هزاع ناصر هزاع الهاجري، أحمد صالح أحمد الخليفي، ناصر علي أحمد المسند، حسين أحمد يوسف الحداد، عبد الرحمن سالم خميس الكبيسي، عبد الله محمد عبد الرحمن العيسى، سعود محمد خليل التميمي، مشعل عيسى محمد الكواري، محمد عبد الله حمود الشمري، غانم محمد بدر المناعي، فهد محمد سعد الخرجي، عبد العزيز حمد عبد الله النصر، حمد محفوظ سعيد العبدلي، نايف إبراهيم محمد الشيخ، أحمد عبد الله مهنا السليطي، عبد الله محمد مبارك الكبيسي، محمد إبراهيم يوسف جناحي، أحمد علي حسن فلامرزي، سعيد سعيد سالم المري، محمد علي محمد المناعي، بدر محمد عبد الله باسليمان، محمد عبد الله أحمد المهندي، عبد الرحمن عبد العزيز عبد الرحمن الصرامي، عبد الله خليف عبد الله الشمري، أحمد علي أحمد آل ثاني، إبراهيم خميس عبد الرحمن الصليطي، علي حمد أحمد العطية، أحمد محمد أحمد الجلهم، حمد راشد حمد النعيمي، حسن عبد الله حسن المكي، محمد علي عبد الله الحداد، حمد صلاح فرج شملان، علي عبد الله أحمد المطوع، علي أحمد محمد علوي، حمد أحمد حمد الرميحي، ناصر محمد ناصر النعيمي، جبر أحمد محمد الحايكي، علي حسن عبد الرحمن العمادي، محمد جبران خلف الكعبي، جمعان صالح درويش العريمي، فهد خلفان النوب البلوشي، محمد طه حنطة الشامية، عدنان محمد عبد الرحمن السيد، يوسف ناصر محمد الحداد، محمد ناجي علي العجي، جاسم أحمد منصور اليافعي، عبد العزيز حسن شكري المحسن، أحمد عادل حسين الأنصاري، محمد عبد الله أحمد المطوع، فيصل يوسف عنبر العبد الله، أحمد فهد يوسف المنصور. بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات: الأمن السيبراني وأمن الشبكات، زينب حسين علي أحمد، خلود خالد يوسف جناحي، دعاء سمير محمد عورتاني، نجلاء مبارك سعد الكواري، عايشة إبراهيم سعد المسند، عايشة مهنا علي الدوسري، العنود ماجد خميس الهاجري، مريم حسن يوسف الحمادي، ندى أحمد إبراهيم العبد الله، دانا عبد الرزاق شاكر الرئيس، فاطمة غلام إزكتب، فاطمة علي أحمد آل ثاني، موزة ناصر راشد الكعبي، نورة أحمد صالح المهندي، حصة مبارك مبارك لمسيفري، غادة جاسم ثامر آل ثاني، شمع عبد الله مسعود الجاسم، عفراء فيصل جابر المري، فاطمة سعد سالم السقطري. بكالوريوس الآداب في الإدارة العامة: أشواق سيف حمد الغافري، سارة حسن إبراهيم الشيب، سارة يوسف أحمد فخرو، جليلة السيد جلال هاشم أحمد، بشرى علي أحمد النقيب، لولو سليمان فرج العبد الله، نور غانم محمد الكبيسي، ولاء محسن سليم خوار، عايشة محمد خيل اليربوعي، بدور عمر محمد ناصر، مريم أحمد قاسم صالح، مريم محمد حسين النعمة، غادة علي راشد الخاطر، تغريد عابد عبدو، منى سالم حسين اليافعي، بنا عيسى ماجد الغانم، ريم علي حسن التميمي، حصة سعد جاسم الخليفي، مريم عبد الله محمد الغافري، ناهية جوهر سعيد المحمد، جميلة بخيت سالم الغريري، أسماء علي صالح الكربي،
العنود محمد سعيد السليطي، تماضر محمد عبد الله الكواري، أسماء سالم مبارك النوبي، فاطمة حسن عيسى اللنقاوي، العنود جمال عبد الله العبيدلي، أمل سليم مبارك الدوسري، شيخ عبد الوهاب علي الحمادي، نجلاء سلطان محمود الجابر، هيا عبد الله خليفة آل خليفة، فلوى صالح حمد الحول، فاطمة حسن عبد الله الجني، أروى إبراهيم خميس المسلماني، فاطمة جمال عبد العزيز المحمود، مشاعل سعود عبد الله الزعبي، ريم شامان مبارك الهاجري، دانا علي حسين أحمد، مها محمد قاسم العنزي، شريفة محمد أحمد المناعي، فاطمة أحمد محمد الفخرو، أروى علي أحمد كريب، سارة ناصر مبارك المهندي، مريم أحمد محمد الذوادي، فضة موسى علي الشمري، زهرة عبد الرضا علي الصايغ، شمة عامر جمعان العلي، مريم الياس أحمد شيباني، علياء حمد سعيد الشهواني، أطلال محمد إبراهيم المالك، مريم عبد الله سعود السبيعي، العنود علي حسين الدرويش، نوف علي محمد المريخي، عايشة عوض عمر الشرم، لول وطالب راشد المري، سارة محمد سالم الكواري، عايشة نصف عبد الله الصليطي، مريم عبد العزيز محمد آل ثاني، عايشة عبد العزيز غازي العتيبي، نورة سالم راشد العذبة، محسنة عجيان بريك الغفران. الدبلوم المشارك في العلوم في تكنولوجيا المعلومات مريم عبد الرزاق كندوشي، دلال عايد عامر الشمري، روضة خالد درويش الدوسري، منى عبد الرحمن أحمد عيسى، عايشة عبد الله حسن العبد الله، شريفة سالم حسين عاشور، فاطمة طارق حسين نصار، مشاعل ناصر منيف الودعاني، ملحة صالح سعيد العبيدي، حنان عبد الله عيد النعيمي، أمينة حمد سليمان الغافري، عايشة صالح علي اليافعي، جواهر سعد يوسف آل محمود، زينب محمد علي إسماعيل، غادة قاسم غزلي، الجازي سعيد مبارك الهاجري، نرجس علي عبد الله الحداد. الدبلوم المشارك في العلوم في الهندسة التكنولوجية عايدة عبد الرزاق كندوشي، الجازي محمد هويج الحبابي، تماضر محمد عبد الله الأسود، الدانة أحمد سلمان المؤمن، نور سعيد مهدي العجمي، فاطمة عبد الشهيد عبد الله عبد الشهيد، سميرة محمد إبراهيم الدوسري، آمنة مفتاح فرحان الشهواني، أميرة محسن أبو بكر العطاس. الدبلوم المشارك في العلوم وضحى شاهين أحمد الكواري، شريفة راشد سعد العبد الله. الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في الخدمات اللوجستية والإمدادات علياء محمد سعيد الكواري، نور بشير تحيلان الدوسري، ثاجبة مرزوق سعد الصليطي، زهرة سالم أحمد الحامد، حنان سعيد محمد القتبي، أسماء عبد الله حمد المهندي، نجاة عباد ناصر العجي، عايشة عبد الرحمن إبراهيم الفخرو، سارة جابر سعيد الهاجري، شيماء ناصر دهام الكواري، هدى عبد الله أحمد أشكناني، مها أحمد السيد عبد المطلب، مريم عتيق خميس العبد الله، هيفا راشد مطر الكواري، سارة عبد العزيز عبد الله جميل، ملكة محمد شير البلوشي، لولو فراج سالم السحوتي، فاطمة حمد سالم المهندي، دانا عبد الله سعيد الأحمد، دانا محمد شير البلوشي، مريم محمود يوسف الجابر، سميرة عبد الله ناصر النقيب، هميان غانم عبد الرحمن الغانم، سارة خالد أحمد المال، مريم علي سالم البعنين، ريهام جوهر بلال العبد الله، فاطمة صالح علي المري، لطيفة علي عبد الله المالكي، سارة حمد سالم المهندي، روضة حسن ناصر المهندي، مريم خالد محمد المسند، نسرين سالم فرج جاسم. الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة المعلومات الصحية هيا سالم سعيد المريخي، آمنة بلال مسعود القبيسي. الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك رفعة حمد محمد القاشوطي. الدبلوم المشارك في الآداب في الإدارة العامة عايشة إبراهيم إبراهيم السليطي،
خلود يعقوب عبد الله اليعقوب، صباح علي أحمد العجي، هدير صباح عبد الزهرة تلاوي، وضحى عبد الله أحمد الدرهم، أمنة سعيد علي العامري، سارة محمد سعد التميمي، ندى فتح جمعان الكثيري، العنود محمد حسن كلا، العنود أحمد علي الشيباني، نجلاء عثمان حسن اليوسف، زهرة عبد الرحيم عيسى عبد الرحيم، نور محمد جمعان السلطان، علياء عيسى سعد الكواري، وجدان خلفان ثاني الرديني، سارة نايف حمود الحربي، نور حسين براك المري، شيماء خالد سعود القاسم، مشاعل عبد الله منصر اليافعي، موزة أحمد إبراهيم الشيب، نوير ملحان مناور الشمري، سونيا نبيه الشامي، عايشة محمد سعيد الكواري، نور علي محمد الخاطر، ماجدة غانم سويد سعيد، عالية سعيد حمد المري، مشاعل محمد حسن السليطي، مشاعل أحمد مبارك آل ثاني، عايشة محمد راشد الكبيسي، الجوهرة عبد الله محمد الهاجري، فاطمة عبد الرحمن عبد الرحمن الرميحي، منيرة مبارك قحطان السليطي، فاطمة عبد الله سعد الهاجري، منيرة علي مسفر المخضوبية، هيا واسمي عوض الشمري، أمل سعيد إبراهيم المالكي، لولو زايد محمد النعيمي، عدالة عبد الله محمد سعيد، علياء سلطان صياف الشمري، جواهر محمد سعيد القحطاني، عهود سرور بشير السليطي، الجوهرة علي عجيل الأحمد، عايشة جاسم هلال الكواري، فاطمة عبد الله محمد عبد الله، نوف مبارك راشد القريشي، لولو راشد علي الكواري، زينب رستم درياني، فرجة سعيد علي المري، فاطمة غلوم محمود شاهين، لينا سعيد حسن كردية، حنان فراج سالم السحوتي، ابتسام علي أحمد الجعل، مها عتيق سعيد البسطي، ريم أحمد خلف المالكي، فاطمة محمد غانم المنصوري، عايشة محمد علي القايد، مريم سيف حمد الرواحي، خلود علي محمد المريخي، شوق محمد إبراهيم البعنين، لولو عبد اللطيف محمد الكواري، الجازي علي محمد العبيدلي، فاطمة محمد جاسم محمدي، مها علي صالح اليافعي، سارة إبراهيم حمادي، كلثم حجي عيسى الباكر، سوسن سعد سالم المالكي، مريم ناصر حسن تركتر، هبة غازي محمد الراشد، هناء خليفة محمد الكواري، مريم عبد الرحمن سلطان الجابر، إيمان عبد الرحمن عبد الله السليطي، صفية عبد العزيز خميس حسين، لولو محمد راشد السهلاوي، نورة فهد رفعان العجمي، منيرة صالح علي اليامي، عهود حمد راشد أبو شارب، بينا هادي علي المري، الهنوف محمد يوسف السهل، سحر سيد مراد إبراهيم، مريم مطيف مطرود الرويلي، فاطمة عبد الله عبد العزيز محمد، سارة حمد حسن آل ثاني، سارة غيث غانم الكواري، بشرى علي فرج المرزوقي، لي محمود نواف الشمري، شريفة مسفر مبارك الحميدي، نور جاسم محمد الحداد، أمل غانم مبارك الكواري، موز إبراهيم علي المهندي، العنود حمد راشد أبو شارب، لولو إبراهيم زيد طلحة، الهنوف غانم سلطان النعيمي، شروق خالد أحمد الأنصاري، علياء محمد عبد الرحمن آل ثاني، نادي عبد الرحمن السعيد النعيمي، مهام جلي عوض الجاسم، مريم محمد عبد السلام لزم، آمال فهد عليان الشمري، آمنة ماجد سلطان العبد الله، زهية سعيد علي المري، مريم علي حميد الشهواني، فاطمة اسماعيل علي شرشني، حمد عبد الله جمعة الكبيسي، خلود صالح ربيع البدر، إيمان محمد أحمد الحداد، ورود سعيد خماس الغافري، منيرة مبارك فهد الدوسري. الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال، لولو راشد هويش الربيعي، فاطمة محمد علي البلوشي، لولو ناصر خليفة الكبيسي، فاطمة عبد الله عيد المنصوري، نور جابر راشد الكبيسي، هيرانقول محمد أعظم بخش، نور ناصر عبد الله النصر، حصة أحمد عثمان عبد الرحمن، دانا عبد الحكيم أحمد اليافعي، فاطمة حسن أحمد الشرشني، نور علي أحمد المعضادي،
عائشة عبد الله مسعود الجاسم، ظبي راشد شامل عبد الله، موزة سالم مسفر الشهواني، حصة صلاح أحمد عنبر، بثينة عنبر شامل عبد الله، مريم ناصر راشد الكعبي، مروى علمدار جفاء فولادي، مروى يوسف علي المازمي، خولة صالح حسين القحطاني، تهاني حسن مرعي القحطاني، نورة ناصر فهد النعيمي، سمية حمود عباد العبد الله، ريم عبد الرحمن حسن محمد، دانا بلال سعد العبد الله، منى أحمد عبد الله العمودي، عائشة ماجد سلطان المالكي. الدبلوم المشارك في الآداب التطبيقية في الفنون المسرحية: بهية عبد الله قنبر حجي، عائشة عنبر شامل عبد الله. الدبلوم المشارك في الطفولة المبكرة: فاطمة عبد الرحمن كندراني، عائشة خليفة هلال الخليفي، خولة محمد محمد العسم، عائشة خالد علي الشغدري، نبيلة أحمد محمد العنسي، أميمة يوسف محمود الكحلوت، منيرة يوسف جبارة البوفلاح، العنبرة راشد بخيت المري، سلمى عبد الله أنصاري، غادة عبد الله سعيد الكواري، سلمى عبد الرحمن علي المهندي، عائشة خلف فارس المهندي، طفلة الأحدان علي المهندي، سلامة بدر محمد البدر، دانا ماجد سالم الناصر، نورة محمد راشد أبو قبا. الدبلوم المشارك في الآداب: هدى عبد الرزاق محمد بستكي، مريم يوسف عبد الله الحمادي، عائشة محمد سعيد الكواري، أسماء ماجد أحمد الهاجري، مريم حمد جاسم آل ثاني، مها سلطان أحمد السويدي، إيمان فرج همام الجاسم، نيرة جرمان بطل أحبابي، نوف علي حسن المنصوري، نجلة عبد الله علي آل ثاني، خلود فضل شيخ اليافعي، نورة علي محمد الحبابي، نورة مطلق دعيج العتيبي، منى أحمد محمد العمادي، مباركة مرزوق نادر الهاجري، خلود أحمد مبارك آل ثاني، ريم زايد سعد المري، العنود خليفة يوسف السويدي، ندى خليفة ياقوت الجاسم، شيخة جاسم عبد الرحمن العمادي، شيرين غريب علي العشار، سامية سرور بشير السليطي، العنود محمد عبد الله حسن، سارة حمد عبد الله الكواري، العنود مسفر راشد الشهواني، هيا راشد محمد النعيمي، فاطمة عمر سالمين شملان، الريم خالد سلطان السويدي، العنود جاسم حسن حسن، هيا نايف فيصل المهندي، هيا علي عبد الهادي المري، مشاعل عبد العزيز فهد علي، زهراء يوسف هاشم اليوسف، العنود محمد أحمد المهندي، فاطمة أحمد سلمان الشيب، مها صالح مفتاح العبد الله، روضة محمود عيد البرديني، هند عيسى سعيد محمد، سعاد سالم راشد الهاشمي، مريم نجيب خليفة الكواري، أسماء عبد الحكيم يوسف الهاشمي، سعاد عبد الله محمد الكواري، شريفة علي مبارك المريخي، آمنة إبراهيم مبارك السليطي، عهود راشد بشير السليطي، رفعة محمد قاسم عبد القادر، صافية سعد سعيد الهاجري، عائشة علي حسن السليطي، آمنة محمد غريب أبو الفين، فاطمة محمد حسن المحمدي، موزة يوسف سهل السهل، روضة صالح مفتاح العبد الله، عهود ناصر حويزي الدوسري، لولو صالح رجب السادة، دانا ناصر سعيد النعيمي، فاطمة فيروز جمع الجبر، لطيفة ناصر خليفة العجمي، زهور محمد علي علي، سارة ناصر عبد اللطيف الكواري، حصة عبد الله علي آل ثاني، الدانا محمد علي عبد الله، سلمى بكر بشير العبد الله، رانيا محسن عبد الوهاب، فاطمة إبراهيم محمد الشيخ، فاطمة سعد عجيان الأحبابي، لطيفة علي حارب الحارب، شيخ أدهام فرج السويدي، الدانا عادل مبارك السلطان، موزة محمد خليفة الكواري، مريم يوسف يعقوب المال، عذاري سعد صالح المري، نيلة غانم سعيد الكواري، عبير إبراهيم داود الخاطر، لولو علي محمد اليافعي، أسماء محمد سلمان المعاضيد، هيا شاهين خليفة الكواري، مها عبد السلام مسعد الحربي، فاطمة إبراهيم سلطان جوهر، شيخة عيسى عتيق الهاجري، العنود جاسم أحمد آل ثاني، آمنة عيسى عرار الرميحي، فاطمة محمد علي الفلاسي، منى مبارك مسمار أبو جرادة،
بشاير محمد اسماعيل المحمد، مهلة جمال أحمد الموسى، العنود أحمد سعد الرميحي، نيلة محمد أحمد فخرو، فاطمة عبد الرحمن يوسف حاجي، شوق علوان حمد ملهية، منى عبد الله فرج المهندي، بلدانة بلال وليد الهتمي، فاطمة علي ناصر المري، أسماء جعفر علي خنياب، عهود صلاح سالم السلطان، جفلة محمد قحيصان الهاجري، لولوة سعد شاهين الحميدي، شريفة عبد الله سلطان الكواري، ابتسام عايض حسن العبيدي، مريم حمد عبد الله الخالدي، مي علي ناصر المري، الجوهرة عبد الله هادي النهدي، أفراح عبيد مطلب الشمري، خلود حمد راشد المري، ملحم بارك صالح الكربي، آمنة يوسف حسن المناعي، جميلة سعيد حمد الحسنية، عذاري عيسى سلطان جوهر، حمدة يوسف أحمد المناعي، سارة محمد حسين أشكناني، لطيفة أحمد سلمان المهندي، مها عبد الرحمن عبد العزيز المعيبد، نبيلة خميس سويد المبسلي، مريم عبد الرحمن أحمد بهزاد، شيمة علي سعيد الأسود، الجوهر الوليد علي آل ثاني، ريم ماجد علي السبيعي، نيلة شبيب سالم المناعي، هند محمد علي القايد، نورة سعيد سالم الهاجري، العنود سالم النوب النعيمي، البندري ناصر صالح الزويدي، آمنة سعد بلال الحميدي، نيرة عبد الله مرزوق النصر، جواهر صالح عنبر لجهني، منى سالم ثاني الجبر، شوق منصور مرزوق المنصور، نوف راشد عبد الله الخاطر، رقية مطهر عبد الله الجرموزي، العنود سيف محمد النعيمي، مريم خليفة محمد الربان، حصة سعد محمد الحرقان، مريم محمد حسن العمادي، تذكار سعد نادر الحمد، بشاير عبد الله سعود القاسم، مها مهنا سعد المهندي، منيرة خالد يوسف الملا، ميثا خالد شاهين العجلان، شيخة راشد سعد النعيمي، جواهر فهد الحميدي الدوسري، لولوة محمد إبراهيم الكواري، نوف سعود عبد الله آل ثاني، سارة نجيب مبارك العبد الله، نورة صالح محمد المري، سارة عبد الله عبد الرحمن البكري، نورة محمد حمد المري، منى عبد الله سعد المسلماني، لولوة أحمد علي التميمي، جواهر جابر محمد المري، البندري سعد حمد الدوسري، فاطمة حسن إسماعيل العمادي، ابتسام علي حمد المري، مريم علي أحمد المعاضيد، نورة فاضل خليفة الكواري، فاطمة ناصر عيسى الفضالة، هند مبارك زايد الخيارين، فاطمة عيسى محمد الكعبي، آلاء فرج صالح التركي، بثينة سعيد جمعان الحمد، فاطمة محمد درويش عبد الله. أخيرا تحقق النجاح طلاب وطالبات، ألف ألف مبروك. Congratulations class of 2020. Congratulations graduates, you did it. Wonderful. Have a wonderful future ahead. Congratulations students and good luck. Congratulations guys, you did it. أبنائي الطلاب والطالبات ألف مبروك هذا التخرج أسأل الله أن يوفقكم جميعا. Congratulations on your success. الدفعة التاسعة من خريجين كلية المجتمع. مبروك 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 مبروك. Congratulations مبروك التخرج. ألف مبارك لكم التخريج وعقبال الشهادات العليا إن شاء الله. مبارك النجاح للجميع، أتمنى لكم التوفيق والسعادة. وقبل الختام نتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء الهيئة الأكاديمية من عمداء وأساتذة على ما بذله من جهود وقدموه من دعم لخريجينا طوال سنوات دراستهم بالكلية، فشكرا لكم.
وختاماً ندعو الله أن يسدد خطاكم على دروب النجاح والتميز، ويوفقكم لرفعة وازدهار وطننا الحبيب قطر. حفظ الله قطر وطناً وقيادة وشعباً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.